نبدأ الآن بشرح الأبيات. سنقرأ بيت بيت. والبيت الأول: أذبت الحرف من وجد فذاب على الجولان واحتضن التراب. أي أن حروف الشاعر كتبها بسبب شوقه إلى أرض الجولان، فحنت لاحتضان كل ذرة من ذرات ترابه وعناقها. نعم يا نجلاء. لقد امتزجت حروف كلماتي بأرض الجولان من شدة شوقي لها، ورحت أحتضن كل ذرة من ترابه الطاهر. إذن لقد مزجت حروف شعري بعشق أرض الجولان والشوق لاحتضان كل ذرة من ترابه الطاهر. البيت الثاني: أذبت الحرف وهجد من تجلى فداء واغتلى غضبا وصابا. يتحدث الشاعر في البيت الثاني عن تلك الحروف العاشقة التي سرعان ما تحولت لغضب عارم على الأعداء، وسطرت البطولة بدماء الشهداء. اغتلى غضبا وصابا، أي الغضب على الأعداء وفداء الأرض وتسطير البطولة بدماء الشهداء. البيت الثالث يقول الشاعر: أغالية الفداء خذي كتابي خذي قلمي خذي شعري سرابا. هنا ينادي غالية. من هي غالية؟ غالية هي التي وقعت شهيدة في ساحة الجولان. إذن هي امرأة من عربية واجهت الأعداء، وتحدث عنها الشاعر وقال لها: أغالية الفداء خذي كتابي خذي قلمي خذي شعري سرابا. أيتها البطلة العظيمة غالية، تفديك كل حروف الشعر والكلمات لأنها عاجزة أمام بطولتك. أي ماذا تفعل الأشعار والكلمات أمام التضحية بالروح وبالدم؟ تفضل اشرحي. أيتها البطلة غالية، أعطيك أدبي وشعري وقلمي وكل ما كتبته، لأنه وهم أمام تضحياتك وبطولاتك التي قدمتها فداء للوطن. أحسنت. إذن أنت أيتها البطلة العظيمة غالية، تفديك كل الحروف والأشعار والكلمات لأنها وهم وهي عاجزة أمام البطولة التي قدمتها. في البيت الرابع يقول الشاعر، طبعا البيت الثالث والرابع المعنى مرتبط ببعضه، يقول: وهاتي من طموحك وانثريني بباب المجد أمتشق الحرابة. أي أن خذي قلمي وخذي شعري وكل ما أكتب وأعطيني الطموح والقوة. من يشرح البيت الرابع؟ نعم أنسي، أنا بشرحه. تفضلي يا جنى. أعطيني قليلا من قوتك وطموحك لأقف صامدا أخذ البطولات وأرد العدوان. أنت إذن يقول الشاعر: خذي كل كلماتي وأشعاري مقابل أن تمنحيني القوة والطموح لأقف بوجه أعدائي وأحاربهم. في البيت الخامس يقول الشاعر: هنا الجولان إعصار ونار وبحر يملأ الدنيا اصطخابا. أن أرض الجولان هي أرض عربية، الإعصار والنار هنا حديث عن الغضب الهائج الذي يريد أن يواجه الأعداء. وبحر يملأ الدنيا اصطخابا. من يشرح البيت الخامس؟ نعم نجلاء. تلك هي الجولان، أرض التحدي والمقاومة والنضال والثورة التي اشتعلت فيها فملأتها ضحايا كما يملأ الأرض والثورة التي كما يملأ الأرض الماء. إذن إنها أرض الجولان، أرض الغضب والموت للأعداء، فهي كالموج الذي يبتلع كل من يواجهه ويقف في طريقه. في البيت السادس يقول الشاعر: لنا الجولان نزرعه ضحايا ونملأ أرضه أسدا غضابا. أن أرض الجولان ارتوت بدماء الشهداء واختلطت بأجسادهم، فهي أرض عربية. أريد مشاركة من الجميع
نعم يا جنى. أنسي هذه الأرض الطاهرة هي ملكنا الذي سقينا ترابه بدماء الشهداء الطاهرة من أجل أن تنبت أرضه الأبطال الشجعان الذين يغضبون لأرضهم ووطنهم. إذن أرض الجولان هي أرضنا التي رويناها بدماء الشهداء واختلط ترابها بأجسادهم فامتلأت بالأبطال الأقوياء. في البيت السابع: أيا جبل الشموخ وأنت شيخ وقور شب سفحك ثم شاب. هنا يتحدث عن جبل الشيخ. ماذا يخاطب الجبل وماذا يقول له؟ وأنت نعم أيها الجبل الأسلم، يا جبل الشيخ لقد قام العهد بك على هذه الأرض، لكنك بقيت صامدا في وجه الأعداء. أحسنت. إذن يقول له: أنت أيها الجبل الصامد يا جبل الشيخ، لقد مضى شبابك وصرت في مرحلة الشيخوخة والشيب، ومع ذلك لم تستسلم أبدا. في البيت الثامن يقول الشاعر: تمر بك الحوادث والليالي وتبقى دونها شيخا مهابا. في هذا البيت يخاطب الجبل قائلا: لقد كنت شاهدا على كل ما مر على أرض الجولان من مصائب ومحن وأهوال، ومع ذلك بقيت صامدا وقويا، أي مرت مرحلة شبابك وشيبك ولم تستسلم، وكنت شاهدا على كل الأهوال والمحن والمصائب التي مرت بأرض الجولان، ومع ذلك بقيت صامدا وقويا. في البيت التاسع يقول الشاعر: جولان العروبة مد عطفا على الآفاق يلتهب التهابا. يخاطب هنا الجولان، ماذا يقول له وماذا يطلب منه؟ ماذا يطلب الشاعر من الجولان في البيت العاشر، في البيت التاسع عفوا؟ نعم أنسي. نعم يا جنى. يخاطب الشاعر الجولان بجولان العروبة لأنها قضية العرب كلهم، ويريد منه أن يجمع كلمتهم لينتقموا له من الأعداء. أحسنت. أيضا يخاطبه قائلا: يا جولان العرب والعروبة، انشر غضبك في أرجاء الكون وازرع الثورة في بقاعه حتى يشتغل غضبا من أجلك. البيت الأخير يقول الشاعر: أذب صدأ السنين بوهج نار تشب دما وتختصر الحساب. من الجولان إزالة من يشرح البيت الأخير؟ نعم يا نجلاء. أنا. أيها الشعب العربي في الجولان، أفض على السنوات الاحتلال فيها بثوراتك التي اشتعلت دماء غالية كي نقضي على العدو. أحسنت. إذن يقول الشاعر: أزل بغضبك سنوات القهر والذل وجدد ثورتك لدماء الشهداء حتى تأخذ ثأرهم وتحرر أرضك وتنتصر على أعدائك. هكذا يكون أنهينا شرح الأبيات. هل هناك أي سؤال يخص شرح الأبيات أو شرح المفردات؟